أنا لست خائف على مستقبل المسيحيين في الشرق الأوسط، بل بالأحرى أنا خائف على مستقبل الشرق الأوسط بدون المسيحيين. إن الوجود المسيحي في الشرق الأوسط يعطيه نكهة خاصة ويؤمن له التعددية التي عرف بها واشتهر بها، والتي جعلت منه قبلة للتعايش ولمبدأ المواطنة. إن اليوم لم تعد طبقة رجال الدين هي طبقة كما نستطيع أن نفكر بها ذات لون واحد، ذات فكر واحد، ذات إطار ديني واحد. للأسف اليوم طبقة رجال الدين كما كل شرائح المجتمع للأسف العربي عامة تعرضت إلى خطاط كبرى. هذه الخطاط الكبرى هجرت وغربت فكريا أيضا النخب من قادة الفكر الديني، لتحل محل مجموعة أخرى من ربما من رجال الفكر الديني اللي هي الأكثر تشددا، الأكثر شعبوية لأقول. اليوم طبعا العودة بالأمور إلى نصابها تحتاج إلى جهد كبير. ربما يعني كتب لهذا المركز أن يعاصر هذه الفترة التاريخية من حياة المنطقة، ويعني إذا لم يكن للمركز دور في هذه الظروف وهذه الأيام، أعتقد يعني لن يكون له دور في مراحل مستقبلية. ما أريد قوله أنها لحظة تاريخية لمركز كمثل مركز الملك عبد الله لدعم مبادرات. واضح أنه في خطة طموحة كما أرى لدعم هذه المبادرات، لدعم خاصة تفعيل التعاون بين رجال الدين مختلف الثقافات والحضارات. هناك خطوة يعني جبارة ربما من الهام أن يقوم بها مركز الملك عبد الله، هو الانطلاق ليس فقط إلى النخب ولكن أيضا الانطلاق إلى القواعد. اليوم هذا اللقاء الذي يتم مع الشباب و يعني كل ما يتعلق بوسائل الاتصال الاجتماعي، يعني أعتقد هذه خطوة نوعية جديدة تنزل إلى القواعد وليس فقط إلى القادة الدينيين ويبقى في إطار محدود. أتمنى للمركز الملك عبد الله كل النجاح وكل التقدم لما فيه من خير جميع أتباع الديانات لبناء السلام، السلام الذي هو بالنهاية يعني مطلب كل البشرية، صرخة ونداء أطفال العالم يدوي آذان الناس، ومركز الملك عبد الله يجب أن يتلقف هذه الصرخات ويكون ملبي لها.